اذا مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي شوف تي في. في هذه الاثناء هذه طلعوا رجال الوقايه المدنيه باش انهم قدروا يشبدوا المشه من الطبق الرابع. هاي معنا السيده اللي شافت المشه واللي ان ما قدراش ان ديالك المشه ياك واللي قدراش انها تعيط على الوقايه المدنيه بحضور الامن الوطني بطبيعه الحال. تحيه الامن الوطني سهران لا هذه القضيه هذه. السلام عليكم. وعليكم السلام. بأك أن المشة ديالك كيفاش عرفتي أنه واحد في الطبق الرابع؟ كنت طلعت على من لاطيرة السعيد ياك ولقيتها من البارح وأنا تنعيط بدون فائدة والحمد لله استجبوا لي الوقاية المدنية بحضور الشرطة الأمن الوطني والحمد لله غادي ناخذوا لي نشيشة تاعي بنتي سميتها نور. الحمد لله وانا كنت تشوفي كاينه وباقي كاينه واحد تبارك الله وتحيه رجال انا تربيهم انا تربي طبيعي كنشكروا حتى رجال الوقايه المدنيه تبارك الله اللي داروا خدمتهم واللي سهروا واللي سهروا على هذه القضيه. وكاين الامن في البلاد والله يحفظ على رجال الامن والصحافه الالكترونيه شكرا. ضروري تحيه للناس ديال الوقايه المدنيه اللي سهروا على هذه القضيه هذه. يعني بعض الناس اللي غايقولوا علاش هادشي كامل على قبل المشى ولكن الحمد لله مش تيارو راه يتحرم مش تيارو راه الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على العراق. اذا حكي تليفون اذا المشاهدين متبعين شفتي في كما في الاثناء كيقدروا انهم يوصلوا لباركم باش يجبدوا المشه اللي واحله في الطبق الرابع. كما كنقولوا حنايا المشه حتى هي راه روح. تحيه للناس ديال الوقايه المدنيه اللي سهروا على هذه القضيه هذه وما ما تباخلوش عليها. إذا مشاهدي ومتابعي شوف تي في كما كتشوفوا معنا في هذه الأثناء كيقدروا أنهم يبغيو يوصلوا للقطة. إذا يعني تحية كبيرة الرجال الوقاية المدنية. الناس كما كتشوفوا الناس كاملة خارجة كتسناو خروج هاد القطة هادي اللي واحلة في الطبق الرابع. مشا واحلة والله اذا مشاهدينا كما تشوفوا في الاثناء هذه كنظروا انهم يوصلوا لهذه القطه هذه اللي
واحنا بطبيعه الحال يعني مشات هي راه روح بحالنا بحالها، يعني ما نبغوش لا الاداء ما نبغوش لا يعني شحال من حاجه. يعني كما تشوف في الأدناء فاش بايضة حفي قول لي فاش وفاش موضوع وقول ليش هاي السيدة مولات المشاة كتسنى القطة ديالها بفارغ الصبر انها يجبدوها بطبيعة الحال، كتسنى المشاة ديالها وتحية رجال الأمن بطبيعة الحال هما بحضورهم تاهومايا اللي فاخرين على هاد القطة هادي اللي بزاف الناس ترجو لها قطة انها واحدة في واحد البانكو غيقول لك يبدا يضحك يبدا يستهزا ولكن هادي راه حتى هي روح راه حتى هي واحد بحالك بحالك كما كاينه قطع قدرت بحال كما قدرت حتى قدرت واحد يعني لما تحية الرجال الأمن بطبيعة الحال وتحية الرجال الوقاية المدنية اللي باقين سهرانين واللي جابوا واحد الكم من الرجال ديالهم واللي سهرانين معانا على قبل هذه القضية هذه يعني فيهم كنلقاو حنا كاين باقا واحد الإنسانية باقا واحد الحوايج اللي زوينة بزاف كتشوفوا عندنا الإنسانية في المغرب تحية لهم كبيرة بينوا على أن عندنا رجال الوقاية المدنية رجال وبينوا عندنا أمن اللي كيحمينا واللي كنحاول غنحسوا به بالطمأنينة بطبيعة الحال وهذه كما كتشوفوا هذه راه هي السيدة مولات هذه راه هي السيدة مولات المشاة بطبيعة الحال يا تيجي يا تي يا طبيعة الحال يعني القطة يعني حتى هي غتكون مخلوعة يعني تقدر تكون كيديروا لها البروتيج ديالها تقدر ما تزبقش ليهم تقدر ما تطيحش ليهم يعني كيحاولوا انهم ياخذوا البروتيج ديالهم باش ماشي تيجبدوها وطيح لهم بطبيعة الحال يعني كياخذوا لي بروتيج ديالهم وما تعطلوا باش كياخذوا لي بروتيج ديالهم ما فهمتش باش قال ماشي غير يجبدوها باش تطيح لهم لا راه راجلي خاص ليهم واحد سميتو باش يقدر راجلي كاين تما كاين يعاونهم باش يقدر دابا هي كاينه تما لقاوها كاينه دابا تخافي دابا تخلع وتنقل من تما لا ما تنقلش هي سيام ظريفه ظريفه او بدين ما تحملونيش بركني عيا وعورة وفعلة شكون هما شي وحدين الله يهديهم اودي انت ما تفهموش الحالة اللي كاين بطبيعة الحال يعني الحيوان جاي راه انسانية الحيوان يقدروا يعرفوا حق الحيوان يمكن ليش بدوها يمكن أشكون فرحة كبيرة ليش بدوها بس عليك مشي شديالك بطبيعة الحال صافي شبدوها الحمد لله رجال الوقاية المدنية قدروا أنهم ينقذوا هذه القطة هذه وفي هذه الأثناء كتم النزول ديال
الحمد لله. هي ام هي مولات القطه بطبيعه الحال، هي راه تشوف القطه ديالها، هي القطه حتى هي هابطه والحمد لله. وهذا فخر كبير لينا اللي باقي عندنا امن، باقي عندنا رجال امن تبارك الله اللي باقي ساهرين معنا، باقي عندنا الناس ديال الوقايه المدنيه. يعني في هذه الاثناء كنتسناو نزول القطه مولاتها. مبروك بعدا على القطه ديالك، مبروك عليك بزاف الحمد لله، الله يخليها لك. وهاد المره حدي معاها، حدي معاها بزاف، الله يعيب علينا وان شاء الله. حدي معاها، حدي معاها، حيت القطط راه كي اي حاجه لقاو غيتبعوها. في هذا الاثناء كيتم نزول رجال الوقايه المدنيه بهذه القطه هذه، والحمد لله المهمه تمت بنجاح. مبروك عليك، مبروك عليك. خويا كنشكركم بزاف اخويا، الله يحفظك تحياتي. في هذا الاثناء كيتم دخول القطه هذه بطبيعه الحال انها مخلوعه هذا درس لجميع الناس اللي عندهم قطط في الدار، يحضيو معاهم ويحضيو انهم يكونوا. اذا مشاهدي ومتابعي شوف تي في، وصلنا الى نهايه هذا الفيديو المباشر، نتلاقى معكم في فيديو اخر في امان الله. الى اللقاء.